السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. لو محتاج صورة زي اللي انت شايفها قصادك دي، كل عليك ان انت تخش على التعليقات وتاخد الوصف البحثي للصورة من التعليقات في نفس الفيديو ده، وهتاخده يا شباب بالشكل اللي احنا شايفينه ده كمثال تحديد اهو بالنسبة لك انت. طبعا هيبقى التعليق، وهنضغط نسخ بالشكل ده، بعد كده نطلع بره ونخش على جوجل نكتب بينج او ننزل برنامج بينج او ابلكيشن بينج اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، دي الايقونة بتاعته. بعد كده نضغط عليها بالشكل ده، تظهر معانا الواجهه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. هنلاقي في شريط تحت اسود مكتوب فيه صفحه رئيسيه والاخبار وعلامات التبويب والتطبيقات. هنضغط على اخر ايقونه واللي هي التطبيقات، تظهر معانا القائمه اللي احنا شايفينها قصادنا دي. هنضغط على ايمج كريتور اللي هي باللون البنفسجي دي اللي هي فيها علامه الفرشاه او صناعه الصور. هنضغط على ايمج كريتور بالشكل ده او صناعه الصور، يظهر معانا الواجهه اللي احنا شايفينها دي. هنكتب هنا في الوصف الوصف اللي احنا واخدينه طبعا نسخ، وهنضغط انشاء بالشكل اللي احنا شايفينه ده ونشوف الصور هتكون معانا عامله ازاي. ظهرت معانا بالشكل اللي احنا شايفينه قصادنا ده. طبعا لو انت عايز تغير الاسم، هتغير الاسم من هنا، هو مكتوب كلمه مصطفى باينه يعني. فهنفتح الصور كده معانا نشوف الشكل عامل ازاي. دي الصوره دي ممتازه جدا، لو عجبنا الصوره نفضل ضاغطين عليها، وبعد كده نضغط حفظ في الصور، نقدر نغير وجه الشخص بوجه اي صوره من عندك انت. هي الصوره دي برده ممتازه جدا، حفظ في الصور، والصوره دي ممتازه جدا جدا برده في الالوان، حفظ في الصور. معانا الصورة دي ممتازة ممتازة ممتازة، حفظ في الصور بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. كل عليك تغير اسم الشخص، تغير العمر لو انت عايزه اكبر من 20 سنة او اصغر، وتعمل لايك بقى وتابعني عشان خاطر يوصلك كل التصميمات الجديدة. لو عايز تصميمات اكتر ممكن تخش على قناتي، قناتي فيها اكتر من 350 تصميم، وتقدر تشترك في القناة، وبعد كده تقدر تاخد اي وصف من اي فيديو انت محتاجه من على القناة، وهتغير برضو بعض الحاجات فيه، واللي انا برضو قايلها لك فيه الفيديوهات على القناة عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.